يعني هو يسأل عن النووي رحمه الله تعالى وابن حجر رحمه الله تعالى، وهل هما من الأشاعرة أو لا؟ يعني تأثر النووي رحمه الله تعالى بالأشاعرة، وتأثر ابن حجر بالأشاعرة، تأثر بشيوخهما، لكن لا يقال إنهما من الأشاعرة. يعني الأصل أن النووي وابن حجر رحمه الله تعالى يعني من أهل الحديث، وهم من يعظم الكتاب والسنة، لكن وافق الأشاعرة خاصة النووي في بعض المسائل، خاصة في الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، لكن في جل مسائل الاعتقاد هو خالفهم، لم يوافقهم عليها. فهو لا، على الأصل أنه من أهل السنة، لكن وافق الأشاعرة في مسائل خاصة في موضوع الصفات. ابن حجر أقل موافقة للأشاعرة، وهو أقرب إلى أهل الحديث من النووي، لكن كلاهما الأصل أنهما من أهل السنة، والله أعلم.